ايوا حنا كنفركسو العريس اخوتي. ايوا رجع عنيو. ايوا العروس هاي وحنا في انتظار العريس يجي. يلا حسن. كلشي الخوت نبغي نقول كلشي نبغي يقول سبحان الله العظيم خلق فأبدع سبحانك يا جليل. السلام عليكم الخوت كيف دايرين يعني لاباس عليكم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وغادي نبداو بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ما كتعرفوا كاملين الخوت عز الدين تباع مشى المقام الطلبه كيف ما كتعرفوا ولكن باقي عندنا خو عز الدين اللي هو اللي غادي تشوفوه في هذا الفلوق هذا وغيكون هو نجم الحلقه. ولكن الخوت راه ماشي بوحدو حيت جبت واحد البيرسون اراب اللي ضعيفه مسكينه انتم غادي تشوفوها معنا وغادي نتهلاو فيها ان شاء الله حتى ترجع لحالتها الطبيعيه وعاد غنزوجوها هي وياه وغادي تعيشوا معنا هذه الاجواء كلها. وخا بزاف الناس غيشوفوا غيقول لك ماشي بيرسون اراب ولكن هذا تحدي كنرفعوه على راسي وكنرفعوه على الدراري اللي معانا وانتم الجمهور غادي تحكموا ان شاء الله والله يدير الخير. دابا باش ما نطولش عليكم نمشيو نضربوا هالبيرسون اراب واحد العومه يا سلام. وللاشاره رسميتو إسان إسان اللي كتعني بالشلحه هي الخيول وما كاين الله يدير الخير وان شاء الله غادي تشوفوا العوده وغادي تختاروا لها الاسم كيف ديما وما كاين ما كاين عماد الله يدير الخير الله يدير الخير اخويا. ايوا الخوت هاو اخو عز الدين كيف ما كتشوفوا لي سميتو إسان تبارك الله ولله الحمد صان وحالته تبدلات غير هما لي بيرسون الخوت راه ما كيتشافوش هكا. ها لي بيرسون كيفاش كيتشافوا دي الله العظيم خلق فأبدع. المهم راه ما غنخليوش سيليباتير راه غنزوجو ان شاء الله وانتوما غادي تشوفوا كلشي على عينيكم. ايوا كاين الخوت واش العريس تبغيو يبقى موثق بحال هكا حشومه العروسه غتجري عليه غنمشي انا والحباب والصحاب غنضربوها ليه باحسن دوش وما كاين غير الله يدير خير. ها كاين ولا ما كايناش؟ يلا نضربوها بواحد التدويشه يا سلام. للاشاره الخوت بزاف الدراري كيسولوني كيقولوا لي العومان فحال بارد واش واعر على الخيل واش هادي يكون غير الحال مشمش بحال هكا وعوم وخذ راحتك غير ولا كان البرد بزاف ما خاصكش تعومو حيت غادي يرجع عليه داكشي بالمضره والله يدير الخير. انا الخوت انا ملي كنبغي نعوم شي عود اوبليجي كندوز شي ساهل الاولى اول حاجه باش ينقص الوسخ ثاني حاجه باش ما نضيعش الماء حيت الا نقص الوسخ حتى الماء ما غاديش يضيع بزاف. ودابا تبعوا معنا لي زيطاب كاملين والله يدير الخير. Thank you.
كنفركسو العريسه خوتي. هاو رجع نيو كيف ما قلت لكم رسونا هذوك اخرين ما دايرينهمش تكرفيس، هذا هو اللي كنعاونوا به وكنقادوا به. اي والله يدير الخير. هذه الخوت للاشاره، هذه كتسمى تلوغيمه، في العود ما كتبقى دير فيلي وكتبقى تضرب تماره كتلوغمو بحال هكا وكتحكم العود مزيان. غير هو الخوت اللي دار هذه يحدي مزيان، حيت بعض الناس كينساو كيربطوا العود بها والعود كيتقطع عليه لسانه. عز الدين اللي ما عندوش الزر مسكين حتى مشاو عادش لقينا العروسه. اي والله يدير الخير. بما نشوف العود ان شاء الله وغادي نوريكم العوده ناقصه، وعارف باللي بزاف الناس غادي يكريكي كريتيكيو. ايا لقيتها، غادي يبداو يدوي ويقول لك لا ما عاوده ماشي بيرسون اراب ماشي هادي ماشي هادي. ولكن من هنا لقدام ان شاء الله غادي تشوفوا بعويناتكم. وتحيه لكاع الناس اللي كيتشقوا فينا، والله يدير الخير. هادشي اللي نقول لكم. ودابا نمشيو نشوفوا العوده ان شاء الله. ايوا الخوت، الا قلت لكم حتى هادي بيرسون اراب ما غاديش تشيق. انا دابا ما غاديش نبقى نتقاشح معكم، ما غاديش نبقى نتجادل معكم، غتعطيوني المهله ديال شهير ان شاء الله وغادي تشوفوا واش نيت بيرسون اراب ولا لا. هاد العوده هادي كانت بخير، غير ما الناس اللي مشات عندهم ما عارفينش بالقيمه ديال هاد الخيل، حيت هاد الخيل هادو كتعامل معاهم بالمورال اكثر ما كتعامل معاهم بالماكله. خاصك تحك ليهم، خاصك تقرب منهم، خاصك تخرجهم يدوروا، ماشي غير تبقى رابطه وتعطيه الماكله. خاصك وحاجه اخرى، دابا هاد العوده ما غاديش نعوموها، بزاف الناس غادي يقولوا لي علاش هاد العوده باقا نحيفه باقا ضعيفه. هذاك العود الاخر عدو الحيمه عدو الشحمه باش كيكالي هاد البرد، هاد العوده باقا نحيفه. وزياده عن هذا بالليل وبليجي خاصها الكوفرتور ديالها، خاصها الغطاء ديالها، باش هذيك الماكله اللي كتعطيها ما تمشيش هباء منثورا. حيت الا عطيت هذيك الماكله يلا غادي تسخنها، بالعكس ملي العود كيكون دافي وكيبقى ياكل ديك الماكله كيستافد منها. ودابا نخليكم باش تشوفوا هاد العوده كيفاش دايره مسكينه. ها انتما كتشوفوا الضلوع ديالها وكاع العظومه اللي فيها كيبانوا، شو مسكينه حالتها كيدايره. ايوا ان شاء الله انتظروا من هنا لشهير غادي نشوفوها كيفاش غتولي، والله يدير الخير. الخوت دابا ما بقى لينا الا نلاقيوها هي والعريس ديالها، وباش ليطمئن قلبكم انا غنوريكم باش كنعرفها بيرسون اراب ولا لا. اول حاجه هذه ليكتور تلابيس، كتكون واحد الرقاقة الكترونيه هنا في العنق ديال الخيل كدار هنا كيركبوها ليه باش كيبقى لاكارت ديالو واش العود اراب بارب ولا بارب. وملي كتيري السيري ديال هنا كطابي في واحد السيت دايره لا سوريك كتعطيك لا راس ديالو واش اراب بارب ولا بارب ولا سيل فرونسي ولا كاع لي راس كاينين. حنا غنقولوا بسم الله بعدا وغادي نشوف. بسم الله ما ضربت ما عطاش لاش شد بحال هكا هيثم. هاد السيري هذا اللي كتشوفو هو اللي غادي نطابيو ان شاء الله في السيت، وغادي يطلع لينا الجدود ديالها والاصل ديالها وكلشي، وما كاين غير الله يدير خير. وبهذا كنعرفوا الاراب بارب والبيرسون اراب من هاد الحاله. واخا كيكون المنظر ديالو خايب كيف ما كتشوفوا هاد العوده، راه معروف لاراس ديالها، ودائما اي حاجه كترجع للاصل ديالها بالتهلو والعنايه. سير اخويا الله يدير الخير. بما نشوف العريس وغادي نلاقيهم وغادي نشوفوا كيفاش غيتعاملوا مع بعضياتهم، الله يسهل على الجميع. ايوا العروسه هاهي وحنا في انتظار العريس يجي. يلا حسام غنشوفوا ردة الفعل ديالو كيفاش دايره. زيد 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 ناكره دابا، هادي كتسمى ناكره ما باغاش العود. هي اصلا في هاد الحاله كاع ما غاديش تبغي تزاوج العوده، راه حتى كتكون مهليه. ايوا سبحان الله العظيم هاد لي بيرسون اراب كيكون سبحان الله خلقهم بالزين سبحان الله العظيم. للاشاره الخوت بزاف الناس ما غيفهموا والو، اصلا هذا راه باقي غير جدع، راه عدو عامين ونص بالضبط، راه البيديغري ديالو راه تا هو كاين. اي والله يدير الخير. او
سبحان الله العظيم. ما 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 باقي مسكين باقي جدع باقي ما عارف حتى شي حاجه. اي والله يدير الخير. تلاقى خويا تلاقى. غادي نطلقوها بعدا تسركل شويه. زيد. كلشي الخوت نبغي نقول كلشي كلشي نبغي يقول سبحان الله العظيم خلق فأبدع سبحانك يا جليل. ايوا الخوش بهذا غنكونوا سالينا الفيديو ونتسالكم الدعاء باش العوده ان شاء الله تجيب صحتها وتولي لاباس عليها وتصحاح وترجع كيف ما كانت في الاول بما كبر البحال ديالنا وغادي نزوجهم ويعطيونا الوليدات وهذا الشيء كامل ان شاء الله غادي تشاهدوه معنا وما كاين تحت شعار تحت شعار ما كاين غير الله يدير الخير ونتسالكم الدعاء. الخوش بلاتي بلاتي اللي ما دايرش ابوني يدير ابوني هنا وفي الانستغرام حتى هو هذا ديروا دخلوا عطيونا 5 دقائق من وقتكم وديروا ابوني وتحياتي لكم كاملين وكنبغي نشكركم بزاف على الدعم والله يجيب التيسير للجميع. ايوا الخوت الفيديو سهلة الا عجبكم الفيديو خليوا لنا واحد لايك وكومونتير وبارطاجيوه مع الحباب واللي ما مابونيش معنا في الانستغرام يتابونا السميه راه هي هذيك والرابط راه في صندوق الوصف. الى اللقاء الى فلوق اخر ان شاء الله.